الرحمن الرحيم. بإذن الله شباب، في الفيديو ده هنتكلم عن النواة والمدى للتحويلات الخطية، وهنتكلم في نظرية مهمة جدا في النواة والمدى للتحويلات الخطية. تمام، يعني ايه النواة والمدى للتحويلات الخطية؟ انت لما يكون عندك تي، يعني تحويل خطي من في لدبليو بالشكل ده، لما يكون عندك تحويل خطي تي مثلا، تحويل خطي من في لدبليو، فإن فئة المتجهات اللي في في الفئة المتجهات اللي في اللي بترسمها تي إلى المتجه الصفري تسمى نواة التحويل، وبيرمز لها بالرمز مين؟ كير تي. يبقى كيرنل تي دي اختصار كير، اختصار لكلمة كيرنل، كيرنل تي أو كير تي معناها نواة التحويل. بيقول لك هو في تنتمي لفي لما صورة الفي بتساوي صفر، يعني أي متجه صورته بتساوي صفر يبقى يقول لمين؟ لنواة التحويل. الخلاصة أي متجه صورته بتساوي صفر يقول لنواة التحويل. طب الكلام ده يفيدنا في إيه؟ هيفيدنا في النظرية الجاية ومهمة جدا. طيب تاني حاجة معانا اسمها مدى التحويل. لما تكون عندك أيضا التي تحويل خطي من في لدبليو، ساعتها أقول إيه؟ فإن فئة المتجهات اللي في دبليو، فئة المتجهات اللي في دبليو التي تكون صورة لمتجه واحد على الأقل في الفي. المدى احنا عارفين المدى اللي هي بالظبط عامل زي ايه؟ اوف اوف اكس بيساوي الاكس، الاميج او بيسموها الرينج. اميج يعني مدى، ورينج يعني مدى. مدى الدالة بيساوي، بيقول لك دبليو ينتمي لدبليو، يعني عنصر بينتمي للدبليو يوجد ايضا عنصر ينتمي للفي، وتكون صورة الفي مالها؟ هي الدبليو، موجودة في الدبليو. لو صورة الفي هي الدبليو هو ده ايه؟ المدى التحويل بتاعنا. بالظبط مدى التحويل زي مدى ايه؟ مدى الدوال اللي عارفينها. طيب عندنا حاجتين مهمين، ايه هي نواة التحويل وايه هي مدى التحويل. نواة التحويل طبعا نواة التحويل ومدى التحويل مش هيتحققوا غير لما تكون التي ايه؟ تي تحويل خطي، تحويل خط، ركز. طيب لو تي تحويل خط من في دبليو خلصنا، ايه هي نواة التحويل ومدى التحويل؟ نواة التحويل اي متجه صورته تقول تساوي صفر يبقى ايه؟ مدى التحويل كيرنل تي. يبقى اذا اي متجه صورته تقول الصفر يبقى ده هو ايه؟ نواة التحويل. طب مدى التحويل لما يكون عندك عنصر في مجموعة وعنصر في مجموعة، بس صورة العنصر اللي في المجموعة دي بيساوي، أكيد الصورة يساوي عنصر في المجموعة التانية. تمام. طب النظرية إيه هي بتاعتنا؟ النظرية بيقول لك المهم ده، نظرية بيقول لك إن التي تحويل خطي من في لدبليو، فإن الكير تي فراغ اتجاهي جزء من في. جاب لك الكلام اللي أخدناه قبل كده، الفراغ الاتجاهي الجزئي، وإزاي بتثبت الفراغ الاتجاهي الجزئي بعيدا عن النظرية المكتوبة قدامك. ازاي بتثبت ان الفراغ ده فراغ اتجاه جزئي؟ اي فراغ في الدنيا تثبت شرطين، اغلاق الجمع واغلاق الضرب، وده اللي هنعمله في اي حاجة، ده اللي هنعمله في اي مسألة واي نظرية تقابلنا. تمام يا شباب؟ يبقى النظرية بتقول لك التي تحويل خط من في لدبليو، وعايز يثبت ان الكيرنل تي يعني نواة التحويل فراغ اتجاه جزئي من في، والار تي او الرينج تي مدى التحويل فراغ ايضا اتجاه جزء من دبليو. طب نمسك اول حاجه وهي ايه؟ نثبت ان الكير تي تحويل مين؟ فراغ اتجاه جزء من في. ازاي بتثبت ان الكير تي فراغ اتجاه جزء؟ بتثبت شرطين. الشرط الاول، خلينا في السؤال الاثبات الاول. الشرط الاول اللي عايز تثبته شرطين، الإثبات الشرط الأول إغلاق الجمع، والشرط الثاني إغلاق الضرب. ده بالنسبة لمين؟ للكرتي، وأيضا للرنج تي هتثبت إغلاق الجمع وإغلاق الضرب. طيب كنا بنعمل إيه؟ كنا بنفرض أي متجهين للشيء أو الإثبات اللي عايز يثبته. أفرض مثلا اليو واحد واليو اتنين بتنتمي لمين؟ للكرتي. تمام، فرضت ان اليو متجهين، اي متجهين عندي بينتموا للكيرتي. طب ايه الاستفاده اللي ممكن نستفاد منها من الكيرتي؟ ما
انا ما عنديش هنا علاقة امشي عليها، ما عنديش علاقة امشي عليها. مين اللي يخليني امشي عليها؟ العلاقة نجيبها من الكرتي. انا لسه واخد ان الكرتي اللي بيمس ان صورة اي متجه فيها بتساوي بتساوي صفر. يبقى انا كده عرفت ان التي ايوه اليو واحد بتساوي الصفر، وايضا صورة اليو اتنين بتساوي صفر. طب سهل الموضوع، تقدر تجيب لي جمع المتجهين يو واحد زائد يو اتنين، تقدر تجيب لي صورتهم بتساوي تي يو واحد زائد تي يو اتنين. طب ما انا عندي تي يو واحد بصفر زائد صفر، ايضا هيطلع مين؟ هيطلع تي يو واحد زائد يو اتنين بيساوي صفر. ولما صورة أي متجه بتساوي صفر، وأيضا صورة جمع اللي أنا عايزه بإغلاق الجمع بيساوي صفر، يبقى أفهم من كده إن اليو واحد زائد اليو اتنين مالها؟ بتنتمي للكير تي. تاني يا شباب، الحتة دي مهمة جدا. إحنا ما عملناش حاجة جديدة، والدرس ده أخدناه قبل كده. يعني إزاي أخدناه قبل كده؟ أخدنا الكلام ده؟ لأ، بس أخدنا الفكرة بتاعة إثبات الفراغ الاتجاه الجزئي. إزاي؟ هو بيقول لك اثبت لي ان الكرتي نواة التحويل فراغ اتجاه جزئي. تمام، علشان اثبت فراغ اتجاه جزئي لازم يكون عندي شرطين. الشرطين ايه هما؟ اغلاق الجمع واغلاق الضرب. اغلاق الجمع يعني متجهين يو واحد زائد اتنين بينتموا، الاقيهم لازم ينتموا لميل الكرتي. والضرب هيبقى ثابت، مثلا الفا او كي في اليو بينتموا ايضا للكرتي. طب ازاي الشرط الاول نحققه؟ ازاي الشرط الاول اليو واحد زائد اليو اتنين نخليه ينتمي للكرتي؟ اليو واحد زائد اليو تي اليو اتنين علشان اخليه ينتمي للكرتي، في معلومة مهمة موجودة في الكرتي. ايه هي؟ ان صورة اي متجه بيساوي صفر. اخدت المعلومة دي وطبقتها وجبت صورة اليو واحد زائد اتنين، لقيتها ان هي بتساوي صفر. فبالتالي ان لقيت ان اغلاق الجمع جمع المتجهين بينتموا ايضا للكرتين. تعال نشوف تاني حاجه معانا، الشرط التاني نطبقه، اللي هو نفرض ان اليو بينتمي للكرتين، كيرنل تي يعني للنواه، لنواه التحويل، والفا او كي الفا مثلا بينتمي للار، عدد قياسي، عدد قياسي. طيب انا عارف ان التي يو بتساوي ايه؟ صفر. طب تقدر تجيب لي الالفا في التي في التي يو؟ عفوا، طبعا هتبقى صورة الالفا في اليو بتساوي صورة الالفا في اليو، نقدر نطلع الالفا ونخليها تي في الفا في التي يو بتساوي الفا في مين؟ تي يو بصفر، يبقى بيساوي صفر. ايضا صورة الالفا يو بتساوي صفر، يبقى الالفا يو مالها؟ بينتمي للكير تي. بما ان اغلاق الجمع موجود، اللي هو اليو واحد زائد اتنين ينتمي للكير تي، والفا ينتمي للكير تي، اغلاق الضرب موجود، يبقى اذا نقدر نقول ان الكير تي مالها؟ فراغ اتجاهي جزئي من التي، جزء من الفي على حسب المثال، فراغ اتجاهي جزئي من الفي. نشوف تاني حاجة معانا، باقي النظرية معانا بتقول اثبت ان الار تي فراغ اتجاهي جزئي ايضا من ايه؟ من الدبليو. تمام، ازاي بتثبت الكلام ده؟ أول حاجة عايزين شرط إغلاق الجمع ينطبق على الكلام ده. الآر تي نفرض أي متجهين وليكن دبليو واحد ودبليو اتنين ينتموا لمين؟ لمدى التحويل. طيب مفيش علاقة أمشي عليها هنا علشان أجيب دبليو واحد زائد دبليو اتنين وأقول إن هي بينتمي لآر تي، أمال أجيب العلاقة منين؟ الآر تي نفسها جواها العلاقة اللي عايزينها. ايه اللي بينطبق على الار تي؟ ما احنا قلنا مدى التحويل، مدى التحويل اللي هي الرينج تي، هي مين؟ بيكون
صورة عنصر في المجموعة بيساوي العنصر اللي في المجموعة التانية، يعني تي في بيساوي دبليو. طب ما احنا ممكن ناخد المعلومة دي ونسجلها، تساعدنا في الإثبات هنا، اللي هو أفرض إن الأوميجا واحد العنصر بيساوي صورة العنصر الموجود في المجموعة التانية، وليكن تي في واحد. طيب والأوميجا دبليو اتنين بيساوي صورة العنصر الموجود في المجموعة التانية. تمام. طب تقدر تجيب لي، احنا عايزين بقى اغلاق الجمع، اوميجا واحد او دبليو واحد زائد دبليو اتنين بيساوي بيساوي تي في واحد زائد تي في اتنين. تي في واحد بكام؟ وتي في تي في واحد زائد تي في اتنين هي مين؟ هي تي في واحد زائد في اتنين. ليه هي في واحد زائد في اتنين؟ لان التي تحويل خط، ما ننساش ان الكلام ده يتحقق لما تي تبقى تحويل خط، واحنا عارفين ان تي في واحد زائد تي في واحد زائد في اتنين بيساوي تي في واحد زائد تي في اتنين من التحويلات الخطية اللي اخدناها قبل كده. تمام. بما ان تي في واحد زائد تي في اتنين بيساوي تي في الفي واحد زائد في اتنين، يبقى اذا ايه الكلام ده بينتمي للار تي، لان مجموع عنصرين بيساوي، هو ليه بينتمي؟ لان مجموع عنصرين هو في الاول كان مجموع عنصر بيساوي صورة صورة عنصر في المجموعة بيساوي العنصر في المجموعة التانية. وكذلك هنا لما جمعت أي عنصرين موجودين في صورة عنصرين في مجموعة بيساوي مجموع عنصرين في المجموعة التانية، فبالتالي قلت إن هي ينتمي لمين؟ للآر تي. يبقى إذن الأوميجا واحد زائد الأوميجا اتنين بينتموا لمين؟ للآر تي. أدي إغلاق الجمع، ماله؟ إغلاق الجمع طبقنا إغلاق الجمع أو أثبتنا شرط إغلاق الجمع الأول. تعال نشوف تاني شرط معانا، وهو إغلاق الضرب. نفرض أن متجه واحد وليكن أوميجا واحد بينتمي للآر تي، ونفرض كي أو ألفا أو أي ثابت، كي ده عدد قياسي، أي عدد قياسي. تمام؟ تمام إن شاء الله. طيب تقدر تجيب لي إغلاق الجمع بيتطبق إزاي؟ كي في الدبليو واحد. طب الدبليو واحد بكام؟ بتي في واحد، يبقى كي في تي في واحد بيساوي تي، أقدر أقول كي في واحد. ليه دخلت الكي؟ لأن من شرط مين؟ الشرط التاني اللي كنا بنحل بيه، اللي هو تي كي تي في واحد بيساوي تي كي في واحد في التحويلات الخطية، لأن أساسا هو قايل لك إن تي تحويل خطي، فأقدر إن أنا أدخل الكي. عاد دي بتساوي دي. تمام. يبقى بتساوي تي في الكي في واحد. بما إني بتساوي تي في الكي في واحد، يبقى إذا تنتمي لمين؟ للآر تي. يبقى الكي دبليو ينتمي للآر تي. إذا هنا إغلاق الجمع أيضا إيه؟ إغلاق الجمع أثبتنا إغلاق الجمع. بما ان اغلاق الجمع اتحقق واغلاق الضرب اتحقق، يبقى من واحد واثنين ايه نستنتج او نجد ان الار تي ملها فراغ اتجاهي جزئي من الدبليو. تمام يا شباب. وده كان معانا مين؟ كان معانا تعريف النواة والمدى، وايضا نظرية عن النواة والمدى، ان هما فراغ اتجاهي جزئي. وأي مسألة على الفراغ الاتجاه الجزئي بنحقق شرطين، شرط إغلاق الجمع وإغلاق الضرب، وعلى حسب المسألة بنشتغل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.